crew prepare for landing, please. سادتي طابع مساءكم بكل خير. قضاء وتوتر الآن في مطار مانشستر الدولي حيث توقيت المحلي هنا يشير إلى الساعة 8:07 ودرجة الحرارة الخارجية تقترب من 11 درجة مئوية. لراحتكم وسلامتكم يجب عليكم البقاء جالسيا في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وتطفى إشارات ربط الأحزمة في المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية موجودة في جيوب المقاعد التي أمامكم أو في الخزاء العلوية. يجب حضارة ركاب الترانزيت ومتابعين سفرهم من محطات أخرى مراجعة الموظفين الأرضيين داخل صالات الطوارئ. أود أن نشكركم سفركم مع دار الإمارات، كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم.